سفينه الخدمات البتروليه العملاقه الجديده اللي دخلت الخدمه النهارده، السفينه احمد فاضل. احنا دلوقتي في مهبط الطيران، وده احد الملحقات الخاصه بالسفينه. السفينه فيها ونش بقوته 80 طن، السفينه هي الاحدث من نوعها في الشرق الاوسط بالكامل، السفينه لاول مره بتحول قناه السويس من مجرد محصل للرسوم الى مستثمر في مجال الخدمات البتروليه، وده بيوفر ملايين الدولارات على مصر. كنا بنتاجر سفن زي كده. المفرح زي ما انا بقول دايما ان الشباب المصري اللي اتدرب في الصين اللي هي قامت بتصنيع هذه السفينه هو اللي بيقود العمل هنا. النهارده مصر بتدخل مرحله جديده في الحقيقه، من مرحله ان هي مستاجر او ناقل للخبرات، لا، الى مرحله امتلاك ادوات الانتاج.